التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، والانطلاقات متجدده على ارضيه هذا الميدان. شوط يبدا وشوط ينتهي بالاثاره. شوطنا الرابع يحمل نخبه من الابكار الحقائق وسن المفاجات. هجن ابناء القبائل المنطلقه في صباح هذا اليوم والتي تحمل شعاراتها المختلفه. شوطنا الرابع مباشره نسير مع البدايه، مباشره نستفتح القياده. مقدمه الشوط والمركز الاول من تتقدم مزون سالم بن سعيد بن علي بن حمد النعيمياتي على البدايه، ويقدم لنا انطلاقه مزون على مقدمه الشوط وعلى المركز الاول مع هذه الانطلاقات الصباحيه. بينما المركز الثاني، شوف القدوم في هذه اللحظات وشوف الوصول مع المركز الثاني من خلال تواجد مشاهدينا الاعزاء. هذه الشايبه محمد بن زيد بن منين الشامسي يقدم الشايبه مع المركز الثاني. المركز الثالث الحضور والوصول من خلال تواجد الوثبه وحمد بن محمد السمحه العامري ياتي ويقدم الوثبه مع المركز الثالث. المركز الرابع القدوم والانطلاق والانضمام من خلال جواهر وعلي بن سعيد بن مبارك النايل الشامسي ياتي ويقدم شعاره مع المركز الرابع. بينما المركز الخامس اجد الوصول اجد الانضمام مع هذه الانطلاقه. هذه نهابه مفتاح بن علي بن محمد النعيمي ياتي ويقدم لنا نهابه مع المركز الخامس. غيرت الى الرابع، تابع بقيه الاسماء، بقيه الشعارات، بقيه هنا ايضا الاسماء المنطلقه، الاسماء المندفعه بالاندفاع المميز بوجود هذه الاسماء، بوجود هذه النوعيات مع سن المفاجات، مع سن المفاجات. الجوائز العشر المراكز المتقدمه التي قدمت من قبل اتحاد سباقات الهجن، ولكن البدايه مع مزون، البدايه مع مزون مع مقدمه الشوط سالم بن سعيد بن علي النعيمي ياتي مع مزون على البدايه الاولى على مقدمه هذا الشوط ومع المركز الاول مع هذه الانطلاقات الصباحيه. بينما القادمه هذه الشايبه محمد بن سيف بن منينة الشامسي يقدم شعاره مع المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث وصل شعار المارد، وصل شعار المارد، يقدم نهابه، يقدم نهابه. مفتاح بن علي بن محمد النعيمي خذ المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع بن مفتاح مع المايدية، بن مفتاح مع المايدية مع المركز الرابع. المركز الخامس وصل بن عميرة، وصل بن عميرة يقدم شعاره مع شواهين عبد الله بن مطر بن حمد بن عميرة الشامسي، والمتمرد هاجم بدوره، ولكن البداية المقدمة مع الشايبة، مع الشايبة على بداية المسار مع مقدمة الإبداع محمد بن سيف بن منينة الشامسي ياتي على البداية يقدم شعاره، يقدم شعاره. بينما نهابة، بينما نهابة مفتاح يتقدم في هذه اللحظات. مفتاح هنا ايضا بن علي بن محمد النعيمي والمتمرد سيف بن سهيل بن سيف بن قدم الخيلي، والشعارات القادمة والاسماء المتقدمة. اعتدل المسار، اعتدل المسار جولة الاوامر النهائية، ولكن الشايبة بن منينة محمد بن سيف بن منينة الشامسي والشعارات القادمة. يا هي اسماء، يا هي شعارات، المعركة ثلاثية، المعركة ثلاثية، يا هي معركة، يا هي معركة. النعيمي ولا ابن منينة ولا المتمرد، ولا المتمرد اللحظات الأخيرة، ولكن نهابة، نهابة، نهابة بشعار الرموز، بشعار الرموز ياتي شعار المارد، ياتي شعار المارد. الله، يا سلام، يا سلام، يا سلام. هذه نهابة، هذه نهابة على البداية الأولى. مفتاح بن علي بن محمد النعيمي مشكور، يا النعيمي مشكور على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني سيف بن سهيل بن سيف القدم الخيري، ثالثا محمد بن سيف بن منينة، رابعا عبد الله بن مطر بن عمير الشامسي، والمركز الخامس سالم بن سعيد بن مفتاح الشامسي مع المايدية خذت المركز الخامس في هذه الانطلاقة. هنا ايضا او المركز هنا ايضا الثالث
المركز الثالث كانت مشاهدين الاعزاء الشايب محمد بن سيب بن من الشمس، والمركز الرابع المايدي سالم بن سعيد بن مفتاح، والمركز الخامس كانت شواهين عبد الله بن مطهر بن عمير الشامسي. هذه النتيجه، التوقيت المصاحب بانطلاقه نهابه. مشكور النعيم، مشكور على تقديم نهابه بالاداء الرائع وتقديمها للاداء الممتاز في اللحظات الاخيره. 4 دقائق 25 ثانيه، تهانينا والناموس لجميع الاخوه الفائزين في اشواط صباحي هذا اليوم.